يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، حيث ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة ثلاثة أحكام لهذه المقولة، مرة قال إنها شرك، ومرة قال وسيلة إلى الشرك، وفي آخر الكتاب قال إنه بدعة، فما الصواب في ذلك؟ ودنا تجمع لنا كلام الشيخ في هذا تجيبوه نشوفه. أنت زعمت أن الشيخ ذكره في هذا الكتاب، احنا ما انتبهنا له، فأنت تجمعه وتشوف تعرضه ويقرأ في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.